بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أبنائي التلاميذ مستوى السنة الرابعة، نواصل هذه السلسلة من تسجيل الدروس، ونحن في نهاية المقطع الثالث، التضامن الإنساني، فمع حصة جامعة لما تم التعرض إليه في هذا المقطع، وتسمى بحصة الإدماج والتقويم. ومن خلالها نقوم بدمج مجموعة من المعارف، وأيضا تقويم بعض التعلمات التي تعرضنا إليها خلال هذا المقطع، ومع اللوح والمقطع الثالث التضامن الإنساني، الميدان إدماج وتقويم، المحتوى المعرفي إدماج تعلمات سابقة، والحصة رقم 57. وفي الإدماج والتقويم تعودنا أبناء التلاميذ أن نبدأ بالوضعية المشكلة الأم، من أجل الوقوف عندها وقتا معينا لحل المشكلات التي أو الواردة فيها، ونجيب عن الأسئلة المطروحة حولها. رغم أننا خلال 12 ساعة أو 12 ساعة ونحن نعود إليها بين الفينة والأخرى لنأخذ منها مشكلة فرعية لحلها أو لتكون مساعدا لنا في الوصول أو في الدخول إلى نص آخر أو الوصول إلى معارف جديدة. الوضعية المشكلة الأم التي تعرضنا لها في بداية المقطع كانت على النحو التالي: تعاني الإنسانية من الويلات والمحن، من ويلات الحروب التي تتلف الملايين، إلى ويلات الأمراض والطواعين، إلى ويلات الزلازل والبراكين. وتعاني اليوم من داهيتين وتستجير من غائلتين، فهي تستغيث من داهية الحرب وتحكيم السيف في مواضع الخلاف، وتستغيث من غائلة الفقر وشروره، فمتى تغاث الإنسانية ومتى تجاب؟ فهذه الوضعية تضعنا في مجموعة من الإشكالات، أو تضعنا في مجموعة من الوضعيات، بحيث هذه الوضعيات تتركب فيما بينها لتشكل لنا هذه الوضعية الأم. وعندما طرحنا مجموعة من الأسئلة وأجبنا عليها، وصلنا أولا إلى عنوان المقطع. قلنا إذا كان هذا حال الإنسانية، فما الواجب؟ وما العمل؟ وما المطلوب؟ وقلتم حين ذاك إن الواجب والمطلوب والعمل هو أن يتعاون أبناء آدم وبنات حواء، أن تتعاون الإنسانية قاطبة في تذليل هذه الصعوبات وفي حل هذه الأزمات، وسميتم آنذاك هذا العمل بالتضامن الإنساني. إذن فالوضعية المشكلة الأم تضعنا أمام مشكلة تتمثل في ما المطلوب. المطلوب هو التضامن الإنساني، ولذلك كان مقطعنا الثالث تحت عنوان التضامن الإنساني. العناصر التي تناولتها هذه الوضعية: أولا، مما تعاني الإنسانية. تعاني الإنسانية من مشاكل عديدة ومن أزمات كثيرة،
أولها أول هذه الأزمات هي ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، وهذا ما سميناه أو ما ورد في الوضعية بالحروب. تعاني إذن الإنسانية، وهذه مشكلة قديمة ومعاصرة، فالبشرية منذ عرفت الاجتماع وهي تعاني من التطاحن ومن التصادم ومن الاعتداءات ومن الحروب، وقد صار هذا الأمر واضحا وصار بينا في العصور الأخيرة عندما تأتي الحرب على الأخضر واليابس، عندما تأتي الحرب على ضحايا كثر. هنا عرف الناس أضرار هذه الحرب. إن الحرب قديما كانت عبارة عن غارات مباغتة، أصحابها يركبون جمالا أو أحصنة قد تودي بشخص أو باثنين أو بثلاثة، ويتم الاستيلاء على الكنوز وعلى الأموال وعلى الأطعمة، ثم يعود أصحابها من حيث أتوا. أما اليوم فإن الحرب أخذت أيضا منحى متطورا، فصار أثرها بأبلغ مما كان عليه، فالحرب اليوم صارت مدمرة لشعوب وأمم. إذن المشكلة الأولى التي تعاني منها البشرية وعانت منها في الماضي هي الحرب، أو سميناها ظلم الإنسان لأخيه الإنسان. أيضا تعاني البشرية من الأمراض والطواعين، فإن كثير من الأمم وكثير من الشعوب وكثير من القبائل قد أبيدت بسبب مرض أصابها، وبسبب داء حل بها إلى يومنا هذا، ونحن في هذا العام ما زال العالم يئن تحت وطأة كورونا التي قضت على الآلاف. إن الإنسانية المسكينة تعاني من هذه الأزمة، أزمة الأمراض والطواعين التي تحل بها من عام لآخر. أيضا تعاني من الكوارث الطبيعية، الكوارث الطبيعية أيضا كثيرة، الزلزال، البراكين، الجفاف، البرودة، التغير أو التلوث الحراري، والذي يتمثل في ارتفاع درجة الحرارة عن المعدل المناسب أو انخفاضها دون ذلك، نسمي هذا كله بالكوارث الطبيعية. واليوم مما تعاني البشرية اليوم، كأنما صاحب هذه الوضعية أراد أن يقول لنا إن أزمات عانت منها البشرية وتعاني منها، وهناك أزمات معاصرة، وهناك أزمات تتعلق بالوقت الحالي الذي تعيشه الإنسانية اليوم. وتستغيث البشرية اليوم من داهيتين ومن غائلتين، ما هما؟ الحرب والفقر. إذن البشرية اليوم تعاني من أمرين خطيرين، أو من أزمتين ربما لا حل لهما في ظل الظروف المتوفرة اليوم. ما هذان الأزمتان، أو ما هاتان الأزمتان؟ هما الفقر، وقبل الفقر الحرب. الحرب وهو ظاهرة قديمة وحديثة، إلا أنه في هذا العصر أخذ منحى فيه شيء من التطور، بحيث صارت الحرب أكثر أثرا على الحياة الإنسانية. الفقر أيضا رغم أن المجتمع متمدن، ورغم أن المجتمع اكتسب كثير من الوسائل التي تجعل حياته سهلة وبسيطة، إلا أن المال قد تكدس،
في أيدي أفراد معينين وحرم منه آخرون، وهنا ما أدى إلى أن يعود المجتمع كما كان عليه في عصور سابقة إلى مجتمع طبقي، طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء، وبينهما هوة شاسعة وتزداد يوما بعد يوم، فيزداد الغني غنى ويزداد الفقير فقرا. ولذلك فالذي تستغيث منه البشرية اليوم هو الحرب والفقر. ماذا يجب علينا كما قلت في بداية الحصة؟ يجب علينا ماذا؟ أن نساعد هؤلاء المتضررين. وهذا ما تناوله هذا المقطع. وظيفة الهلال الأحمر والصليب الأحمر ما هي؟ هي إغاثة المتضررين، إغاثة وكالة الأونروا ما دورها؟ إغاثة اللاجئين وخاصة لاجئي فلسطين. إلى ما دعانا الشاعر في قصيدته من يجير فؤاد الصغير، دعانا إلى التعاون، إلى التضامن، إلى الرأفة بهذا الطفل الصغير الفقير الكسير بأمه التي تطلب، التي تستغيث، التي تستنجد من العموم أن يساعدها ويساعد ابنها. إذن فبالتضامن بالتعاون لقوله تعالى: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. بالتعاون وبالتضامن نقوم بماذا؟ بحل هذه الأزمات، أو على الأقل التقليل من أثرها على الفرد والمجتمع. إذن فستنتج العناصر كما هو موضع على اللوح ما تعاني منه الإنسانية: ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، الكوارث الطبيعية، وتعاني اليوم من الحروب، وأيضا تعاني من الفقر. وقلت هذه المشاكل كلها تذلل وتحل ويكون أثرها منعدما أو قليلا إن لم يكن منعدما على حياة الفرد والمجتمع بفضل التضامن والتعاون. النمط الذي يجب أن يغلب على النص الذي ستنتجه هو التفسير، لأن الوضعية غلب عليها نمط التفسير، فالكاتب أخذ يشرح، أخذ يوضح. أنا قلت النمط التفسيري يسمى عند الكثيرين بالنمط التوضيحي، لأن غايته التوضيح وغايته الشرح والتحليل والتأليل. ولذلك فالنمط الذي ستنتجه شفاهة أو كتابة، فإن النمط الذي يغلب عليه هو نمط التفسير. وهذا من خلال ماذا؟ أولا من خلال التعريف بالإنسانية، أن تعرف لنا ما المقصود بالإنسانية. وليس بالضرورة أن يكون التعريف تعريفا علميا بقدر ما يكون مفهوم عام للإنسانية. فالإنسانية هي البشرية، والإنسانية هي الأم التي ينتمي إليها الإنسان، والإنسانية هي مصدر البشر، والإنسانية هي كلمة جامعة لكل معاني الخير. ولذلك فعندما أقول أكتب نصا تفسيريا، ليس بالضرورة أن يكون التفسير علميا دقيقا مطابقا لماهية الشيء، فهذا قد يكون في النصوص العلمية، أما في نصوص الإنتاج الكتابي فإن أي تعريف من قريب أو من بعيد، عاما أو خاصا، جزئيا أو كليا، فإنه صحيح، لأن المقصد من السؤال هو الكتابة والتفسير، أن تكتب ثم تفسر، بمعنى أن تنتج وأن تلتزم بالنمط المطلوب. فالمطلوب منك هو أن تكتب نصا، ثانيا هو أن يكون ذا نمط تفسيري،
ومن ثم تتخذ السبل التي لا تخرجك عن المقصد. إذا قلت نمط النص الذي تنتجه هو التفسير، وهذا من خلال التعريف بالإنسانية. ثانيا التذكير بمشكلات الإنسانية. أبنائي، وأنا أحدثكم عن النمط التفسيري، قلت إن النمط التفسيري هو الذي يكون على شكل عناصر، بحيث تكثر فيه كلمات أولا، ثانيا، ثالثا، رابعا، خامسا، وسادسا، وإلى آخره، أو ألف، باء، جيم، إلى غير ذلك، أو حتى مطاط مشكلات الإنسانية وهي الحلول لمشكلات الإنسانية وهي، وهكذا. فهذه من خصائص النمط التفسيري، وعليه فأنت بعد أن تعرف لنا الإنسانية وتصبح هذه سمة بارزة للنمط التفسيري، أيضا تعرج الآن على التذكير بمشكلات الإنسانية، ظلم الإنسان لأخيه الإنسان أو الحروب، وتشرح لنا ما المقصود بالحرب وما هي نتائجها، ثم تمر إلى المشكلة الثانية الأمراض، وهي تذكرها، تعددها، تعرفها أيضا، فهو تفسير. ثم تأتي على الظروف الطبيعية أو الكوارث الطبيعية، تذكرها، تعددها، تعرفها، تشرحها، أيضا تفسير. ثالثا توظيف الروابط المناسبة للربط بين الفقرات، وهذا لا بأس أن نعود إلى الوضعية المشكلة الأم. نحن تعرضنا في حصص كثيرة إلى الروابط النصية، وذكرنا منها أو ذكرنا أنها أنواع، روابط لغوية، وروابط منطقية، وروابط ضمنية. دعوني أقف عند الأخيرة وانظروا معي إلى النقطتين، فالنقطتان هنا من الروابط الضمنية، ولذلك نصك التفسيري الذي تنتجه أنت على منوال أو كحل لهذه الوضعية يجب أن يكون ذا نمط تفسيري، ومؤشرات ذلك ومشدد على ذلك الروابط الضمنية، نقطتان، قوسان، مزدوجان، علامة استفهام إذا طرحت سؤال. ونحن قد ختمنا هذه الوضعية بمجموعة من الأسئلة، متى تجاب الإنسانية، ومتى تستغاث هذه الإنسانية، فلابد من وضع هذه العلامات، وعند النهاية أضع نقطة، وعندما أفصل بين جملة وأخرى أضع فاصلة، وبهذا فإنني وظفت الروابط الضمنية. الروابط اللفظية، نعود إلى الوضعية، فستجدون الروابط اللفظية، الحروب، أي حروب، التي، الحروب التي تتلف الملايين، فالتي اسم موصول ربطت بين الجملتين، وأيضا عادت، التي اسم موصول يعود على من؟ يعود على الحروب ويصفها، لأن الاسم الموصول إذا جاء بعد اسم معرفة يعرب نعتا، تتلف الملايين إلى، انظروا إلى حرف جر أيضا يفيد الربط. هذه من الروابط اللفظية. الضمائر أيضا، عندنا الضمائر التي تعود على ما قبلها، ضمائر الغائب وهي كثيرة، تتلف فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم الظاهر على آخره، والفاعل ضمير مستتر تقديره هي، من هي؟ حاولوا أن تتصوروها، من هي؟ إنها الحروب. انظروا إلى تتلف، انظروا إلى الحروب، بينهما مسافة، لكن فإن هي أرجعت وربطت ما قبلها أو ما نتحدث عنه بما قبله. وفائدته هنا أن جميع السامعين وجميع القراء إلى من خلال هذا الضمير يتبين لهم أني لم أخرج عن الموضوع السابق، ما زلت في الموضوع السابق اللي هو أتحدث عن الحروب وعن فعلتي أو ما تفعله الحروب في الإنسانية. إذا قلت ثالثا لابد من توظيف الروابط النصية والروابط المنطقية والروابط الضمنية. رابعا
رابعا استخدام نمط آخر مساعد للتفسير كالوصف والسرد والتوجيه. أبنائي التلاميذ في الحصة السابقة عندما تعرضنا إلى أنواع الخطاب وأنواع الأنماط وقلنا إن الأنماط التي غلبت على هذا المقطع هي التوجيه والتفسير والوصف والسرد، ووجدنا في كثير من النصوص أن النمط التوجيهي هو النمط الغالب بحكم أن هذه النصوص تدعو الإنسانية إلى أن تنتبه إلى حالها. هذه النصوص في مجملها تدعو الإنسانية إلى أن تحس ببعضها البعض، تدعو الإنسان إلى أن يشارك غيره همومه. ومن ثم فإن النمط الغالب هو النمط التوجيهي، لكن كما قلت وأؤكد من النادر، لا أقول من المستحيل، من النادر أن يكون النص ذا نمط واحد. ومن ثم فإن الأنماط تتداخل، غير أن نمط يسيطر على النص لتحقيق هدف ما وبقية الأنماط تخدم هذا الهدف. الوصف يخدم التوجيه، الوصف لا يدل على النعت والوصف بقدر ما يصبح تابعا للنمط الغالب. السرد لا يروي الأحداث من أجل رواية الأحداث وإنما تقديمها كشواهد للتوجيه. ومن ثم فإن هذه الأنماط المساعدة أو الأنماط الخادمة تكون ماذا؟ تكون خادمة لأمرين. الأمر الأول هو غاية النمط الغالب، والأمر الثاني هو قصدية أو هدف الكاتب الذي يريده الكاتب أن يتحقق يحققه بالنمط الغالب بمعية الأنماط الخادمة. إذن رابعا قلت استخدام أنماط أخرى مساعدة للنمط التفسيري، الوصف، السرد، التوجيه، ولكم أن تستخدموا هذه الأنماط الخادمة مجتمعة، ولكم أن تستخدموا نمطا واحدا منها يكفي، وأن تستخدموا نمطين أو تستخدم الأنماط الثلاثة، فإن الأمر من المباحات. الآن الإنتاج الشفوي. في الإنتاج الشفوي وهو في ظل المشاكل الإنسانية والحلول المبحوث عنها لهذه المشكلات، نحاول من خلال ما قرأنا من نصوص ومن خلال ما تعرضنا إليه من موارد ومن خلال ما تعرفنا عليه من معارف تقريب أننا وصلنا إلى درجة الآن أن أعبر شفاهة عن ذلك. وربما نحن الآن في نهاية الحصة، ولذلك أقول لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس، الإعجاب بالفيديو.